السيد الحباب عابدين تاجر بالجملة للحيوانات الحية والمعدات الخاصة بالفلاحة ولاية برج باشا مختار. أولا نشكر وزارة الفلاحة على تنظيم هذا الملتقى الدولي. الحمد لله اليوم شفنا فيه كل الفئات اللي تؤدي الخدمات الفلاحية وتقضية الأنعام. ونشكر قناتكم إقبال كبير ما شاء الله. هذا العام شفنا موالف نشارك في المعارض المحلية والولائية والدولية، ولكن هذه الخطرة ما شاء الله شفنا مشاركين من كل ولايات الوطن وحتى الدولية. منتجات ما شاء الله ما شاء الله شفنا منتجات ما شاء الله، المعدات الخاصة الفلاحة، البيفوات، التراكتور لجروب، الحمد لله شفنا ودرنا اتفاقيات مع بعض التجار معدات فلاحية كونفوسيون. ونشكر القناة تاعكم وشكرا.